السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. صلوا على الحبيب يا برج الحوت عليه افضل الصلاه والسلام. القراءه عامه ومفتوحه وتنطبق على الجنسين راجل وست. هيكون ان شاء الله باذن الله اسمتكم جميله ومفتوحه وطاقه جديده جايبها لكم. استخاره بالقران الكريم، الصوره اللي هتطلع لكم هي اللي هتنطبق عليكم وهي اللي هنفسرها مع بعض دلوقتي. كل اللي مطلوب منكم التركيز، مش اكتر من كده. هنشوف بقى مع بعض ايه النصيب اللي عندنا اللي هيتفتح وايه الصوره اللي هتطلع لنا. يلا انزلوا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل. سوره الاسراء، بسم الله. الطاقه بتاعتكم عامه وفي تعبان بيلف على حد بيحبكم، فانتوا عندكم استقرار الفتره دي، والارتباط اللي هيزود الانفراجات اللي عندكم هيقتل الحيه اللي عماله تلف حواليكم او عماله تلف على ان هي تاذيكم. طيب في علامه في جسمكم، انتوا متعورين، في جرح عندكم الله اعلم، او طيبه قلبكم هي اللي متعباكم الفتره دي الله اعلم. انتوا حاسين ان انتوا مش سالكين او مش ماشيين مع الناس الصح، بالعكس في انعكاسات وفي رجوع لورا. انتوا بتحطوا نفسكم في مشاكل وبتحطوا نفسكم في وقيعة غلط، وبترجعوا تندموا وبتقولوا يا ريتنا ما كنا عملنا كده. طيب في بنت عندكم متعلقة بيكم قوي لكن هي تعبانة، او في عصفورة هتوصل لكم خبر وهتكون خبر حلو. انتوا ناويين تمشوا في طريق والطريق ده وراه خبرين، الخبرين دول هيكون حلو. في راجل كبير عندكم في السن هيقف معاكم وهيساعدكم وهيديكم انفراجات، يعني هيطبطب عليكم. طيب انتوا هنا فلوسكم على قد، يعني على قد ما بيجي على قد ما بيروح، مفيش حد سالك عليكم او مفيش حد واقف معاكم. انتوا بتوقعوا نفسكم في شده وتوقعوا نفسكم في حيره وفي خوف من الناس اللي حواليكم. ففي طاقات جميله هتطبطب على اللي انتوا فيه. في بعض منكم كمان حصل عنده سرقه ذهب، سرقه عمر، سرقه حياه، سرقه فلوس، الله اعلم. في سرقه حصلت عندكم والفتره دي من اكتر الفترات اللي هيكون في ابداع على كل الامور اللي هتظبط معاكم. طيب بسم الله ما شاء الله عليكم من كل النواحي. السنه اللي جايه دي، يعني الفتره اللي جايه دي، هتكون في انفراجات حلوه او هيكون في تحسنات حلوه. الوضع اللي انتوا فيه حاليا، في طرف ثالث او في شخص من علاقه ثالثه بيحاول ان هو يعمل لكم تسويات، او بيحاول ان هو يعمل مفاوضات في حياه، في حاجات كتيره جدا، او في بينكم وبين حد علاقه. فعايزاكم تخلوا بالكم لان الايام اللي جايه بالنسبه لكم في حلو، هتساووا مواضيع، هتبعدوا عن حاجات اذياكم، هتاخدوا قرارات حاسمه، وهيبقى في بدايه كلام جديد. وكمان مش كده وبس، ده انتوا هتحطوا نقط على حروف مع بعض الناس. طيب في حد هيشهدكم على حاجة، والحاجة دي هتكونوا انتوا شايفينها صح لكن هو هيكون شايف الحاجة دي غلط، وانتوا هتحطوا رجل على رجل وهتحاولوا تاخدوا حقكم تالت ومتلي. انتوا مستنيين تغيرات، مستنيين حاجة معينة، والحاجة المعينة دي تخص ورث، تخص حد كبير الله اعلم. طيب انتوا بتحاولوا، يعني بتحاولوا تحركوا حاجات كتيرة جدا، بتحاولوا ان انتوا تغيروا نفسكم. الدنيا عندكم هتبدا تمشي، هتبدا تحلو، هتبدا تمشي زي ما انتوا عايزين، هتبدا كمان انفراجات حلوه. بس خدوا بالكم من تصرفاتكم لان انتوا تحت الاضواء متراقبين من ناس حواليكم، والناس دي ما بص عليكم، لدرجه ان انتوا في علامات في جسمكم بتظهر من وقت للتاني. بعض العلامات عندكم علامه زرقاء في ايديكم بتظهر وانتوا مش عارفين السبب، كوابيس ومفيش نوم كويس، في شويه لخبطه. انا مش عايزاكم تطلعوا العصبيه اللي جواكم دلوقتي، لازم تهدوا واعصابكم تكون هاديه. الايام اللي جايه دي هتكون في مساعده، والمساعده دي هيكون فيها تغيرات حلوه. طيب انتوا يا اما شغالين في حاجه ومستنيين فلوس جايه لكم من دوله تانية، او في حد هيبعت لكم فلوس من مكان تاني الله اعلم. طيب البعض منكم عنده تسديد ديون، يعني لإما انتوا مستنيين قرض لإما عندكم دين هتسدوه الله اعلم. في دعم حلو قوي، وفي حد هيقدم لكم مفاجأة الفترة اللي جاية.
طيب بسم الله ما شاء الله، عندكم برج ناري، البرج الناري ده بيتجسس عليكم او في علاقة تالتة الله اعلم، بس في حد من ابراج نارية بيتجسس عليكم. ايه اكتر حاجة تعباكم؟ التسرع في الكلام، التسرع في الامور، لخبطة في الدنيا، دايما بتحاولوا ان انتوا اي حد يستفزكم بتحاولوا ما بتسكتوش وبتحاولوا تطلعوا كل الطاقة، وده اكبر غلط. في كمان واحدة عاملة صاحبة وحبيبة وانتوا قايلين لها كل اسراركم، السئ اللي انتوا بتقولوا لها كل اسراركم دي بتفتن وبتتكلم عليكم، فخدوا بالكم، انتبهوا من الافعال بتاعتكم، انتبهوا من كل كلمة طالعة في بالكم، انتوا في ثقة جامدة. طيب في حاجة واحدة بس بتعملوها في حياتكم بتديكم الطاقة السلبية، أو بمعنى أصح في حاجة هي سبب الانفصالات عندكم في كل حاجة في حياتكم. انتوا الفترة دي هتقفوا على أرض صلبة، والأرض الصلبة اللي هتقفوا عليها دي هتلاقوا نفسكم في تغيرات إيجابية، أو هتلاقوا نفسكم في طريقة لعلاج طريقة التغيرات الله أعلم. بسم الله ما شاء الله عليكم، بسم الله ما شاء الله لكم، انتم في دعم كويس جدا لكم الايام اللي جاية على جميع الاوضاع بتاعتكم. في اكتر من حاجة هتحصل عليكم هتفرحكم وهتديكم اخبار حلوة، بس في شوية قلق وفي عدم راحة، يعني انتم مش مرتاحين، متعذبين، دايما في حزن، دايما في ظلم، دايما مجروحين من الناس اللي حواليكم، او حتى لو مش جرح الكبير دايما في ناس بتبقى متعمدة ان هي تتكلم عليكم في كلام. طيب في حد عندكم متسلط، في حد عصبي طول الوقت، طول الوقت بيزعق، طول الوقت متعصب، طول الوقت مش عارف يعمل اي حاجة، رغم كده انتوا عندكم عصفور رجله مكسورة وواقف على الشجرة، يعني في عصفور عندكم رجله مكسورة وواقف على الشجرة، ده بيحاول يوصلكم رسالة بعيدة، او بيحاول يقول لكم على حاجة وانتم مش اخدين بالكم منه، او بيحاول ان هو يتكلم بس انتم مش عارفين توصلوا، انتم قاعدين تفكروا وتخططوا ومش اخدين بالكم من اللي بيحصل، يعني عمالين تفكروا وتخططوا في حاجات كتيرة جدا انتوا مش عارفين تاخدوا بالكم، فخدوا بالكم كويس جدا. طيب انتوا هنا في وجع في العين او في وجع في القلب، وده بسبب الحاجة اللي غايبة عنكم وعايزين ترجعوها. لو فضلتوا ماشيين بدماغ الاخرين هترجعوا لورا وهتخسروا كتير. الفترة دي في بداية قوية جدا جدا مالية، في عرض عمل، عرض مشروع، عرض حاجات جديدة، فخدوا بالكم. طيب في عدو عندكم وناويين تاخدوا حقكم منه، او انتوا هنا في عايزين تفضوا شراكة بينكم وبين حد، او عايزين تبعدوا عن ناس معينة في حياتكم، يعني انتوا عمالين تفكروا ومتضايقين لكن في امور مستجدة. في واحدة ست، يعني وفاة واحدة ست عندكم، الست دي كسرت قلبكم او كسرت ظهركم، كانت او بالنسبة لكم كانت يعني حاجة كبيرة وفجأة اختفت الله اعلم. انتوا حكيميين جدا في تصرفاتكم، في حكمة دايما في كلامكم، بتحاولوا تحتفظوا بكل الاشياء الجميلة اللي بتديكم طاقة ايجابية. طيب في تبشرات حلوة، ليه القلق وليه الحزن؟ ده انتوا عندكم حتى حفلة، في حفلة وفي رقص وفي غنى وفي اشياء جديدة هتشتروها الله اعلم. في اكتر من حاجة، انتوا عندكم طلبات حلوة وعندكم تغيرات ايجابية، انتوا بتحاولوا بقدر المستطاع تدعوا ربنا الفترة دي يبعد عنكم الظلم اللي انتوا محطوط على قلبكم وماشيين بيه وساكتين، لكن بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى ربنا هيكون حكيم عليكم في الوقت المناسب وهيرفع عنكم اي ظلم انتوا بتمروا بيه، لان حان الوقت التبشرات اللي عندكم او حان الوقت الامور اللي حاصلة عندكم تتغير 180 درجة ويبقى في تحسنات ايجابية، وبعض الاوضاع بتاعتكم هيكون فيها استقرار. وزي ما قلت القلب مقسوم على اتنين، وده بيدل ان الشريك في علاقة تانية او في حد عامل لكم سحر واذيكم، وده سبب الضغوط النفسية غالب كل حاجة عندكم، والبومة اللي عمالة تراقب فيكم في صمت ربكم هياخد لكم حقكم منها الفترة اللي جاية. بومة هي فعلا ينطبق عليها كلمة بومة، قاعدة ومرصودة ان هي تفكر في الاذى بتاعكم. انتوا مهووسين بحد، لان في حد مهووس بيكم، في علاقة حب بتربطكم بينكم وبين حد
بطريقة كبيرة جدا، يعني علاقة كده مش عارفين تتخلصوا منها، لا اما انتوا بتحبوا حد لا اما حد بيحبكم، في حب عندكم واصل لدرجة انه ولا هو قادر يستغنى عنكم او انتوا مش قادرين تستغنوا عنه. البعض منكم بيشتغل على نفسه الفترة دي حرفيا، اي نعم انتوا بتمر بأزمة صعبة شوية، بس دايما بتحمدوا ربنا وبتقول الحمد لله على كل حاجة، احنا اكيد ربنا كاتب لنا الخير، اكيد ربنا عارف اللي احنا بنمر بيه الايام دي. الافعى الصغيرة دي دخلت بيتكم من كام يوم واتكلمت عليكم لما خرجت، خدوا حذركم منها. الموجة اللي انتوا فيها دي سببها الضغط النفسي، انتوا ضاغطين على نفسكم وعمالين تساعدوا ناس ما تستاهلش المساعدة، خلوا بالكم من النقطة دي. والشخص اللي انتوا وثقتوا فيه وقلتوا عليه ده مستحيل يخون، ما جالكمش غير الخيانة منه. انتوا حاليا عندكم حيرة ما بين شخصين او بين قرارين او بين موضوعين، في حاجتين انتوا حيرانين فيهم، وعشان كده قررتوا ان انتوا تستخيروا ربنا او قررتوا ان انتوا تتكلموا مع حد وتحاولوا ان انتوا تفهموا ايه اللي بيحصل معاكم. انتوا عندكم حاجات غريبة بتحصل معاكم ولحد الان مش عارفين تفسروها، ففي احداث حلوة الفترة اللي جاية هتبشركم بخير او هتبشركم بطاقة ايجابية. وكمان انتوا هتتفاجئوا انه في حد هيقف معاكم وهيساعدكم وانتوا ما كنتوش متوقعين ان الشخص ده فعلا هو اللي يساعدكم ويقف معاكم. ممكن انتوا بتكونوا بتفكروا في ماديات، بتفكروا في حالكم المادي، بتفكروا تخرجوا من اللي انتوا فيه، بتفكروا تعملوا حاجات جديدة وحاجات مختلفة، بس ربنا الفترة اللي جاية دي هيبشركم بحاجات جديدة. في كمان قعدة صلح او قعدة عتاب مع حد، انتوا هتتعاتبوا او هو هيتعاتب، في عتاب عندكم وفي شوية امور، بس هيبقى في صلح. الصلح ده هيكون تبشيرة ليكم او خبر ليكم مفرح الله اعلم، او طاقة ايجابية بمعنى اصح. انتوا خلاص قررتوا ان انتوا تفرحوا، قررتوا ان انتوا تسعدوا نفسكم، وعلشان كده طاقتكم دايما عالية ومفتوحة، وفي امور هتتجدد عندكم الفترة اللي جاية. كمان على جميع التواصل بتاعك هيكون في لقاء انتوا مش هتحضروا له خالص، بس في شوية قلق، القلق ده واضح جدا على ملامحكم، الملامح بتاعتكم دبلانة شوية، خلوا بالكم من النقطة دي وبلاش التفكير في اي حاجة انتوا ما تعلموا، محدش يعلم من غيب الا الله، فبلاش تفكروا في المستقبل، عشان انتوا طول ما انتوا بتفكروا في المستقبل هتلاقوا نفسكم تعبانين. اي نعم انتوا اتغيرتوا كتير الفترة دي في حاجات، بتبعدوا عن اي حاجة سلبية، بتبعدوا عن خوف، بتبعدوا عن قلق، بس نفسيتكم مضغوطة، انتوا اللي ضاغطين على نفسكم. عندكم شراء، بعض منكم عايز يشتري حاجة معينة في باله. كمان انتوا هنا مقدمين على شغل، مقدمين على وظيفة، حاولوا تحصنوا نفسكم اول باول، دي نصيحتي ليكم. عندكم وثيقة هتمضيها الفترة اللي جاية، بس دايما التحصين يا جدعان، حصنوا نفسكم بأي طريقة، علشان انتوا بتفكروا تشتروا حاجات جديدة، تفكروا تجددوا، وهيبقى عندكم نقلة جديدة، في نقلة انتوا مستنيينها، وفي ورق سفر، عندكم حد كده ماشي في طريق مش كويس، حد عزيز على قلبكم، الحد اللي ماشي في طريق مش كويس ده انتوا زعلانين عليه وبتقولوا له الطريق اللي انت ماشي فيه غلط، بس هو ولا سامع كلامكم ولا مديكم اي اهتمام، وانتوا ساكتين وعمالين تتكلموا معاه، بس هو مش ولا حتى معبركم. فعشان كده انتوا فوضوا امركم لله وحاولوا تكتموا على خصوصياتكم وتداروا شوية وترموا ورا ظهركم وما تستنوش حاجة من حد. الأفاعي كتيرة جدا في حياتكم، هم من الأصدقاء، واحدة صديقة كانت عاملة حبيبة كانت دايما بتأذيكم، في بلوك هيتفك عندكم مع حد من أبراج ترابية، البلوك ده هيتفك وهتاخدوا قرار حاسم انتوا وهتغيروا من نفسكم. انتوا خلاص قررتوا ان انتوا تتعاملوا بشكل مختلف، فطول ما انتوا قررتوا ارموا ورا ظهركم اي حاجة سلبية. انتوا هنا عندكم ضغوط وفي نفس الوقت عندكم طاقة ايجابية، الفرج
في حياتكم حلو جدا جدا. الطاقات اللي عندكم دي هتتوزع عليكم بشكل إيجابي. خلوا بالكم طاقتكم دايما فيها أمور تجديد، وفيها خروج من محنة، خروج من ضيق، خروج من أزمة، خروج من حاجة سلبية عاملة لكم كذا مشكلة أو عاملة لكم عراقيل معينة. رغم الخنقة والضيقة اللي عندكم، على قد ما هيكون عندكم انفراجات حلوة وطاقات جديدة، التجديد عندكم مفتوح، باب الأمان مفتوح قدامكم. فخدوا بالكم من أي مشكلة سلبية أو من أي ضيق. بعض منكم بيجهز لفرحه، البعض منكم عنده جهاز ليه هو، البعض منكم بيشتغل، البعض منكم بيعافر، البعض منكم بيجدد في تجديد نفسه. شوفوا انتوا بتجددوا في ايه الفترة دي، فالفترة دي هي فترتكم، فلازم تثبتوا وجودكم، ولازم تشتغلوا على نفسكم، ولازم تشوفوا ايه اللي ناقصكم وتكملوه، وما تسمعوش كلام حد خالص. ليه؟ علشان اللي حواليكم متربطين بس ان هم يأذوكم. انتوا ما تعرفوش الناس اللي حواليكم ممكن تكون بترتب لكم ايه او عايزة تأذيكم ازاي. فلا، عشان فرحتكم تكمل لازم تكتموا، لازم تداروا، ولازم تخبوا على قدر المستطاع. تخبوا علشان طول ما انتوا بتخبوا، طول ما انتوا هيكون عندكم تفا؟ وحب جديد وطاقة ايجابية. اما طول ما انتوا بتتكلموا هتلاقوش غير الصراع والألم والوجع والمشاكل السلبية. في هنا ارتباط ورسم علاقة جديدة، وفي بداية جديدة في حياتكم المادية، وهيبقى في فرج وطاقة كده مختلفة. حتى انتوا هتحسوا كده، انتوا بتقولوا ايه ده، ايه اللي بيحصل، طاقتنا منها مفتوحة وجميلة كده. هتكونوا مبسوطين جدا باللي هيحصل لكم الفترة اللي جاية، علشان في تجديد، في طاقة، في أمور هتستجد عندكم. انتوا هنا قربتوا من طريق الأمان، انتوا خلاص طلعتوا السلم، مش لسه هتطلعوا، انتوا طلعتوا، بس فاضلكم خطوتين، فاضلكم يومين، فاضلكم أسبوعين، فاضلكم حاجتين وهتطلعوا وهتوصلوا، وفي ازدهار حلو انتوا هتكونوا مع اكتمال القمر الفترة اللي جاية. فانتوا قدامكم باب، والباب ده انتوا هيكون باب سعادة ليكم، عندكم حماس وقوة، ونجمكم هيكون عالي، ومن ورا النجم العالي ده هيبقى فيه تطورات جميلة وفرصة حلوة ان انتوا تخلصوا الورقة او النقلة، او تشوفوا عايزين تشتغلوا على ايه. ممكن كمان يكون عندكم تجارة هتنجح، عندكم مشتريات هتبيعوا وتشتروا فيها، او مجال ليكم هيبقى صالح، هيبقى طاقة تانية مختلفة. دايما ربنا بيكرمكم من حيث لا تحتسب، فخدوا بالكم وخلوكم متحمسين، وخدوا بالكم وكونوا متألقين في أموركم وفي تجديد حياتكم، وما تسمعوش أبدا كلام حد. انتوا مميزين جدا ان انتوا بتدخلوا قلوب الناس بسرعة، من البراءة، من خفة دمكم، من طيبة قلبكم. فعشان كده عندكم خطوبة أو خطوة جديدة هتخطوها بعتبة جديدة، والعتبة دي هتكون فتحة خير ليكم بإذن الله. كمان عودة غايب، عودة رجوع لحد هيرجع لكم وهيتكلم، وانتوا هتقفلوا الوش. انتوا اصلا طول ما خدتوا قرار ان انتوا تنسوا، بتنسوا من غير ما تفتحوا الموضوع تاني، وده بالفعل باين عليكم، بس ما بيهونش عليكم العشرة، يعني بتحبوا العشرة جدا، بس بسبب الوجع اللي بيقولكم والتوتر اغلبكم رجليه واجعينه، اغلبكم فيه شوية وجع في حاجات كتيرة جدا في حياته. فانتوا عايزين تجددوا، عايزين تحاولوا تطلعوا من اللي انتوا فيه. عندكم شوية احلام بتتكرر معاكم بخصوص الشيء اللي في خيالكم واللي انتوا دايما بتسرحوا فيه ودايما بتفكروا فيه. وانا دايما اقول لكم بلاش التفكير السلبي، وبلاش السرحان على اتفه الاسباب او على اتفه الامور. عندكم حاجة بتحاولوا تخفوها او بتحاولوا تداروها، الحاجة دي انتوا مسببه لكم ازمة، لازم تطلعوا من اللي انتوا فيه وما تبصوش للي وراكم. انتوا هنا في باب هتبحثوا عنه، والباب ده هيكون خير وهيكون طاقة ايجابية، والالوان اللي انتوا بتحبوها انزلوا وهاتوا حاجة جديدة. انتوا محسودين على حاجات مش فيكم، يعني ممكن تكونوا محسودين على حاجة انتوا ملكمش ذنب فيها او ليكم اي حاجة فيها، بس محسودين.
محسودين من اللي حواليكم، محسودين من الناس اللي مقربة ليكم، محسودين من أشخاص مش حابالكم أبدا الخير، دايما يتكلموا عليكم. فخلاص. وكمان اللي انتوا مصدومين فيه قوي، ان كان في شخص تربطكم بيه علاقة قوية، او شخص كنتوا بتحبوه قوي، الشخص ده توفى فجأة من غير اي مقدمات، من غير اي تعب، او من غير اي ما كنتوش محطين في بالكم. طبعا ده حاجة بتاعت ربنا، بس انتوا اتصدمتوا عشان الشخص ده كان عزيز على قلبكم وانتوا كنتوا بتحبوه قوي. فربك الفترة اللي جاية هيفرج همك وييسر أمرك وهيكرمك من حيث لا تحتسب. بس بلاش تشغلوا بالكم بالتفكير السلبي، وبلاش الضغوط النفسية اللي انتوا تعبانين فيها، وبلاش الضغوط اللي مسببه لكم وجع ومسببه لكم حيرة. انتوا عندكم تجديد علاقات، تجديد ارتباط، تجديد أمور بالكم مشغول بيها. وأقدر أبشركم ان انتوا الفترة اللي جاية هتحصدوا اللي انتوا زرعتوه في الفترة اللي فاتت دي كلها. انتوا قدمتوا وفرشتوا وجيتوا وعملتوا، فحان وقت ان انتوا تبصوا لنفسكم شوية، وما تفضلوش على الفاضي وعلى الملان تضغطوا في نفسكم. محدش حاسس بيكم، محدش مقدر اللي انتوا بتعملوه. شوية ضغوط، في شوية حيرة لحد الان، بعض منكم لسه ما استقرش عاطفيا. الاستقرار عندك عاطفيا ده واقف بينك وما بين تحقيق الهدف، او بينك وما بين مشكلة معينة بالك مشغول بيها. كمان البعض برضو منكم ممكن يكون ماشي في طريق، والطريق ده خير، بس ما تزعلوش مني، انتوا احلامكم مزعجة، احلامكم فيها كوابيس. البعض منكم بيحلم بتعابين، بيحلم بحاجات مضايقاه، في خنقة وضيقة بتجيلكم من غير سبب. كمان عندكم صداع مزمن بيجي لكم، بتاخدوا له علاج. عصبيين الفترة دي جدا، بخصوصا مع الشريك او بحياتكم بالكاملة، ما بقيتوش محتاجين تسمعوا كلام سلبي، عايزين تسمعوا طاقة ايجابية. خلاص خرجتوا ناس كتيرة جدا من حياتكم. كان عندكم حد، عندكم ست او حد من برج العقرب، فتاة من برج العقرب، ست من برج العقرب، عندكم واحدة من الاصدقاء وواحدة من اهل الشريك، الصديقة عاملة حبيبة وهي متعددة العلاقات، او انتوا عندكم حد متعدد العلاقات، انصحكم ان انتوا تقطعوا علاقتكم بيه علشان الحد ده سلبي وسمعته مش كويسة، او سمعتها مش كويسة، وانتوا بعيدوا عن المشاكل، انتوا ما بتحبوش وجع الدماغ خالص. كمان انتوا هنا عندكم ست كبيرة، الست الكبيرة دي قصيرة وتخينة قمحوية، شعرها هي بتحب تهتم بنفسها جدا، بتحب كده تصبغ شعرها، بتحب تهتم بنفسها، وبتحب تبين ياما هنا ياما هناك، وهي اصلا استغفر الله العظيم منها، بس ست حقوده فيها غل، دايما يعني ينطبق عليها مثل شبع بعد جوع، بتحب دايما تبين اي حاجه جديده، اي حاجه جديده بتجيبها بتحب تبينها وتقول انا جبت وعملت. هي اصلا حقوده وبتغير جدا من اللي ليها، او بتغير من الاشخاص اللي حواليها. ابعدوا عنها وكبروا دماغكم منها، علشان الست دي بتاعت مشاكل وبتاعت حوارات كتيرة، وانتم ما بتحبوش الحاجات دي. عندكم دعوة مستجابة، في ست كمان قصيرة، والست البيضة، ست بيضة، الست دي بتحبكم جدا، وشها بشوش، دايما كده بتدعي لكم بقلب صافي، ومش عايزة منكم حاجة، هي بس ايه بتحبكم جدا وعايزاكم تكونوا مبسوطين في حياتكم. هنا كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، في ارتباط جديد، او في علاقة حب جديدة، او انتوا هتاخدوا قرار حاسم في العلاقة العاطفية. انتوا ممكن تكونوا حاليا في علاقاتكم العاطفية تعبانين مخنوقين، في حيرة وفي دوشة، في عراقيل، في شوية ضغوط نفسية، بس انتوا قررتوا تشتغلوا على نفسكم وهتكونوا ناجحين. البعض منكم بيحب اللون الرصاصي، اللون البنفسجي، اللون الاسود، الالوان دي جميلة جدا ليكم، بتديكم طاقة ايجابية، وبتحبوا تغيروا من نفسكم. كمان انتوا تفكيركم حاليا ان انتوا تكونوا دايما نمبر ون في كل حاجة، وعلشان كده عايزين، البعض منكم عايز يجدد، البعض منكم عايز يعمل، البعض منكم بيفكر ان هو يشتغل. عندكم مناسبة حلوة، او قعدة حلوة، او لمة حلوة، اللمة دي هتكون طاقة ايجابية وهتفرحوا جدا. كمان انتوا هتساعدوا حد مريض، حد تعبان عندكم، ربنا هيشفيه باذن الله، وهتساعدوه، ممكن تدوا مبلغ من المال، ممكن تقفوا معاه في حاجة، المهم ان انتوا هتساعدوه. بس عندكم حد طمعان فيكم وبيحب دايما يتكلم على كل اللي في اللي معاكم. انتوا مش مرتاحين مع اهل بيوتكم، مش مرتاحين، لا اما مع اهل شريككم، لا اما في اهل بيتكم، انتوا كنفسكم مش مرتاحين، وده بسبب الضغوط اللي انتوا بتمروا عليها. محدش حاسس بيكم، الدنيا مدياكم لحد ما مستكفيه.
وبكده نكون خلصت استخارتنا لمواليد برج الحوت. يا رب تكون عجبتكم ونالت مرادكم. انزلوا بلغوني في الكومنتات لو القراءة عجبتكم ولا لا. تحياتي ليكم.